المدخل إلى اللاهوت، اللاهوت وطرقه. ما هو اللاهوت؟ نبدأ بسؤال يسوع لتلاميذه في ختام خدمته في إنجيل مرقس الفصل الثامن، حيث يسأل التلاميذ: ماذا يقول الناس عني؟ ولكن التلاميذ لم يكونوا متأكدين، وفي ذلك الوقت كان هناك حديث عن قرب الله من الناس. وهكذا اقترب يسوع إلى الغريب وإلى المعاق، وتحدى رؤساء الديانة اليهودية، وكان ممتلئا من الرجاء. فيقول بطرس له: أنت المسيح، مستخدما التقليد الديني في ذلك الوقت. حسب الأنبياء، المسيح هو الممسوح من قبل الله الذي يجدد الحياة الدينية للشعب ويضع أسس العدالة والسلام والحق. هذه كانت خبرة مار بطرس الشخصية عن يسوع. فقول بطرس أنت المسيح كانت تعتبر صناعة لاهوت. فاللاهوت هو إذن حديث عن الله بلغة إنسانية ولكن غير عادية، فيه كلمات صعبة، كلمات بحاجة إلى شرح، مثل الإيمان، العدالة، الخلاص، النعمة، الكشف، الأواخرية، الروح، وهكذا. وقد ظهرت مدارس كاثوليكية تشرح، مثل مدرسة توماوية والكالفينية واللاهوتي بارث وكار راهنر، وهناك اللاهوت الرسمي، وهناك تفسير حسب لاهوت التحرير. إذن اللاهوت يتعلق بخبرتنا عن الله، خبرة المؤمنين. هو جهد مبذول لتفسير هذه الخبرة باستخدام اللغة والرموز. وكما يقول القديس أغسطينوس: اللاهوت هو الإيمان الذي يبحث عن الفهم. فإذا اللاهوت يختلف عن الدراسات الدينية أو تاريخ الأديان، هو يبرز خبرة الإيمان، وهذه الخبرة يمكن الاحتفال بها من خلال التقاليد الدينية، وهو مرتبط بالصلاة. فقد قال البابا يوحنا بولس الأول قبل وفاته: اللاهوتيون يتكلمون كثيرا عن الله، وأنا أتعجب كم يتكلمون إلى الله. وكارل راهنر، وهو لاهوتي كبير في القرن العشرين، تحدث عن اللاهوتي أنه كعالم وعاكس نظامي للكنيسة عبر إيمانها، وهو علم وعمل الكنيسة. إذن هناك علاقة بين اللاهوت كعلم وعمل الكنيسة. هو كعلم يتطلب حرية محددة لمتابعة معطيات الإيمان، وكعمل كنيسة كي يحمي الإيمان الذي تعلنه من خلال الأساقفة والمعلمين. اللاهوت هو حسب راهنر شرح توضيح للكشف الإلهي والمفهوم بالإيمان. إذن موضوع اللاهوت هو الكشف الإلهي، هذا الكشف الذي ظهر بيسوع المسيح. فهو إذن أكثر من مغامرة شخصية أو خبرة شخصية، ولكن هناك عنصر شخصي في خبرة الإيمان، وهو يتطلب المشاركة ويستمر فهمه في التاريخ من خلال الجماعة المؤمنة، ومتعتمد على آيات الكتاب المقدس
وعلى تقليد الكنيسة أي آباء الكنيسة. هذه الخبرة الإيمانية هي عنصر تصوري من خلال اللغة والمفاهيم. هذا يعني بأنه محدود بسبب محدودية اللغة والمصطلحات، فكيف إذن سنعرف تعاليم يسوع؟ نحتاج إلى دراسة طرق عديدة ونحتاج إلى النقد مثل بقية العلوم التي لديها اختصاصات وطرق بحث، مثلا مصادر التعليم المسيحي الكتابية والتاريخية والعقائدية، المواضيع الفهم المسيحي لله والمسيح والكنيسة وأسرار الكنيسة والرعويات والحياة المسيحية عموما والإدارة والصلاة والعبادة. إذن اللاهوت أصبح متعدد، فهناك لاهوت كتابي الذي يدرس الكتاب المقدس ويفهمه تاريخيا وكيف أعده الكاتب من خلال الوحي. فإذن هنا اللاهوت الكتابي يكتشف المعنى الذي أعده الكاتب، وكمثال طالعوا سفر التكوين الفصل 6 7 8، فهناك إذن نقد تاريخي الذي يقارن اللغات وبقية العلوم المساندة، وهناك نقد للشكل الأشكال الأدبية، مثلا كتابات استخدمت النثر، كتابات استخدمت الشعر، مثلا الملاحم الموجودة الشعر، أيضا هناك غنائي، هناك شعر تعليمي، هناك مديح، هناك نحيب. النثر هناك ميثولوجيا شعبية، هناك قصص شعبية، هناك ذكريات، هناك أمثال، هناك أجوبة للأنبياء، هناك حكايات، قصص حب، هناك رؤى. هناك أيضا في اللاهوت نقد للمصادر، مثلا إنجيل مرقس ما هو مصدره، وهكذا متى ولوقا. أيضا هناك دراسة للتنقيح الذي حصل للنصوص، مثلا كلمة الملكوت، استخدام ملكوت السماوات في إنجيل متى، بينما في يوحنا يتحدث عن الحياة الأبدية، ومرقس يقول ملكوت الله، وأحيانا يقولون في مرقس ولوقا الملكوت فقط. لاهوت التاريخ يبحث عن تطور إيمان الكنيسة. هذا التقليد اللاهوتي في مراحل مختلفة، ابتداء من الآباء في القرون المسيحية 6 الأولى وإلى العصور الوسطى والإصلاحات والقرن 19. اللاهوت النظامي يهتم بالعقائد الأساسية للإيمان وكيف أن هذه العقائد تتعلق الواحدة بالأخرى. هذه العقائد فيها تأكيد للحقائق الإيمانية، فيحاول هذا اللاهوت أن يعيد التعبير عن إيمان الكنيسة وفق اللغة والمصطلح المعاصر، وهذا طبعا يشمل دراسة تطور الكنيسة بعيدا عن مختلف جماعات العهد الجديد، وكيف كانت الجماعات تعيش، كيف كانت الكنائس المختلفة. هذا اللاهوت يرتبط أيضا بالتاريخ وبالإصلاحات التي حصلت في الكنيسة من خلال المجمع
المجامع المختلفة، خصوصا مجمع الفاتيكاني الأول 1870 والثاني 1962. اللاهوت الأدبي هو هدفه يبحث في أن عمل الإنسان يطابق إرادة الله، هو طبعا مرتبط بالوحي الإلهي في الكتاب المقدس، ويهتم بسلوك الإنسان على الأرض، لأن الإنسان هو في العالم وليس من العالم، فعليه أن يحول أهدافه المسيحية إلى الواقع في الحياة اليومية، وخصوصا هو في صراع مع الخطيئة من جهة، ومن جهة مدعو أن يكون ابن الله. إذن هناك القيم المسيحية، وهناك الأخلاق الاجتماعية التي تعمل كي تجعل من الإنجيل وتعليم الكنيسة فعال في حقول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وهناك رسائل بابوية عن هذا الموضوع تؤكد على أن الإنسان له كرامة، مخلوق على صورة الله، وتؤمن مبدأ الشركة والجهد البشري والمشاركة في خيرات المجتمع، ودائما هو الاختيار للفقراء والمحتاجين. اللاهوت الراعوي يهتم بالخدمة، بناء الجماعة المسيحية، إعلان البشرة، العبادة، الإرشاد، المثاقفة الدينية، الخدمة، يعني المهم حياة المسيحي وطريقة عيش هذه الحياة. الروحانيات هي النظرة خاصة إلى حياة المسيحية، هو نظام تلمذة. وروحانيات طبعا مختلفة، هناك رهبانيات مثلا، وهناك عاملين في مجال العدالة الاجتماعية، وهناك اهتمام بالنساء وإلى آخره. اللاهوت الليتورجي هو متعلق بالاحتفالات الكنسية، يعني الصلوات المختلفة صباحا ومساء، والقداس الإلهي، والأعياد، وفترة الصوم، وكيف تعمل الأسرار الكنيسة، وكيف تتنظم الطقوس، ودراستها طبعا تاريخيا. الحق القانوني هو يختص بقوانين الكنيسة، من ضمنها القوانين اللي صدرت عام 1918 واللي جددت 1983. اللاهوت الأساسي يذكرنا بالمجابهات ما بين المسيحيين الأوائل والوثنيين، ومن البارزين في ذلك هو القديس توما الأكويني. وهذا اللاهوت الأساسي يواجه العقلانيين والمثاليين والماديين، فيبحث في أسباب الإيمان، لماذا نحن نؤمن، في استعداداتنا نحن في الإيمان، في موضوع الآيات والأعاجيب، في موضوع النبوة، موضوع الطبيعة، موضوع إمكانية الوحي، أشكال الوحي، تجسده في يسوع، تاريخ الوحي، براهينه، وهذا أيضا مرتبط بتاريخ الكنيسة. اللاهوت الطبيعي هو يبحث عن براهين وجود الله من خلال المعطيات الطبيعية، يعني مثلا معرفة الله عبر الخليقة، وعلاقة الخليقة بالجنس البشري. هناك حكمة العهد القديم، وهناك رسائل القديس بولس إلى أهل الرومية، حيث يتحدث مار بولس إلى إمكانية معرفة الله بالطبيعة. وهناك أيضا سفر أعمال الرسل في الفصل 17 استخدمت إشارة بولس إلى اللاهوت الطبيعي لغرض تبشيره. في اللاهوت الطبيعي اعتبار للفلسفة اليونانية كبذور للكلمة الإلهية، لأن تلك الفلسفة اتجهت نحو الكوسمولوجي، نحو الكون. فإذا اللاهوت الطبيعي هو أيضا معرفة للطبيعة كمعرفة الكتاب المقدس. وفي هذه الدراسة القديس أغسطينوس ذكر بأن هذه المعرفة
بترت بسبب الخطيئة. وأيضا اهتم في هذا اللاهوت القديس توما الأكويني بالقعصر الوسيط، ونظم طرق وبراهين وجود الله من الطبيعة. في عصر التنوير اعتبر هذا اللاهوت وسيلة عقلية للكشف الحقيقة الإلهية. لاهوت الخلق يهتم بالعلاقة بين الخالق والخلائق، وأيضا بأنثروبولوجية اللاهوت، يعني اللاهوت من جانب تاريخ علم الإنسان والكوسمولوجي ونظرية التاريخ. لاهوت الله هو يتأمل في الحقيقة الداخلية لله، الله كخالق وأب ليسوع وهدف للتاريخ. هذا طبعا اللاهوت أيضا له علاقة باللاهوت العقائدي، وخلفيته هي الكتاب المقدس ثم تعليم الكنيسة. اللاهوت العقائدي هو يهتم بشرح العقائدي للإيمان، يعني كشف الذات لله في يسوع المسيح والروح القدس، والطريقة التي يقبلها الإيمان المسيحي والحياة المسيحية. لاهوت التحرير يشمل كل أشكال الإيمان المسيحي ومصدره الاختبار الروحي اللي يخلي المؤمن يتقدم نحو العمل السياسي، يرفض الواقع المحلي الظالم، وله طابع نبوي نقدي، ويعيد تفسير الحقائق الإيمانية، ويؤمن بالجدلية بين الإيمان والتاريخ. في لاهوت التحرير الشعب الفقير هو الفاعل فيه، وهذا اللاهوت هو يولد في التاريخ. ولدينا مثال هو أمريكا الجنوبية. لاهوت النعمة يدرس النعمة التي هي عطية من الثالوث الأقدس، وهي فائقة الطبيعة تتفاعل مع حياة الإنسان عبر الضمير والعقل والرجاء والمحبة والمواهبية. لاهوت الثالوث يشرح الثالوث الأقدس والوحدة في هذا الثالوث، يشرح معنى الشخص، معنى الطبيعة، معنى الجوهر والأقانيم، والثالوث في ذاته، والثالوث التدبيري. اللاهوت المعاصر هو الذي يهتم بالقضايا المعاصرة، مثلا الله، المسيح، الكنيسة، الإنسان، الخلاص. ينقد الماضي، ينقد اللاهوت المدرسي، ينقد اللاهوت الحر. لاهوت الأسرار يدرس تصميم الله منذ الأزل، مثلا هذا هو يعتبر سر الخلق، سر الفداء، سر وجود الكنيسة، سر القداس، سر المعمودية، سر الميرون أو التثبيت، سر الزواج، الدرجات الكهنوتية، الشماسية، الكهنوتية الإسقفية، مسحة المرضى، التوبة. هناك لاهوت الديوترونومي الذي يدرس تطور التوراة العبرية التي نراها في سفر تثنية الاشتراع. اللاهوت المساواة الفيمينست ثيولوجي يهتم بإعادة فهم مرحلة الآباء من أجل السعي للمساواة بين الرجال والنساء، الذكر والأنثى. لاهوت القارات يهتم بلاهوت أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. لاهوت التاريخ يهتم بتطور اللاهوت مع المعطيات التاريخية. اللاهوت الأنطولوجي هو لاهوت يدرس الكيان برؤية أنطولوجية بخصوص الله والكيان. اللاهوت السلبي يدرس معرفة الله من خلال الإنكار، مثلا نقول عن الله أنه لا متناهي، لا محدود، هو الصمت أيضا للوصول إلى التسامي. لاهوت الأنثوي هو يهتم بحركة المرأة في الكنيسة وخبرتها الدينية.
وهذا ظهر بفضل المرأة السوداء.